الحمد لله رب العالمين على إنعامه فهو ذو الإنعام والنعم. وبعد هذا فآلاف الصلاة على محمد سيد العربان والعجم والآل والصحب ثم التابعين لهم ملاح برق وسحت أعين الديم. إني نظمت لكم أمر الخليل بما أداه فكري وما أبدى به قلمي. فبينما كان إبراهيم مضطجعا العين نائمة والقلب لم ينم، رأى مناما كأن الله يأمره بذبح ابن صدوق القول ذي الشيم، أعني أبا العرب إسماعيل قال به جماعة من ذوي الألباب والحكم. فقال إني أرى في النوم ذبحك يا بني فانظر فما رؤياي بالحلم. فقال يا أبت افعل ما أمرت به مبادرا أنت أمر الله لن تلمي، لكن والدتي ورحمتاه لها ماذا يحل بها إن خبرت بدمي. فأقر والدتي مني السلام وقل لها اصبري لقضاء الله واعتصمي. حول لوجهك عند الذبح يا أبتي واغضض بطرفك لا تجزع لسفك دمي، فإنما أنا عبد الله يفعل بي ما شاء والله ذو فضل وذو كرم. فاستسلما ثم سارا عازمين على إنفاذ أمر إله محيي الرمم. فجاء إبليس يسعى وهو ذو عجل في زي شيخ كبير السن ذي هرم، فقال أنت خليل الله تسمع ما يوحيه إبليس في الأضغان والحلم. أجابه اخسع عدو الله إنك إبليس اللعين قرين الشر والندم. فراح عنه وولى خاسئا خجلا يقول قد فاتني المطلوب وألمي. ثم انثنى نحو إسماعيل ممتحنا له يقول ادن مني واستمع كلمي، أبوك يزعم أن الله يأمره بذبحك اليوم ما هذا من الشيم. فقال إن كان رب العرش يأمره فإنني صابر راض بلا ندمي. وطاعة الرب فرض لا محيص لنا عنها إذا كتبت في اللوح بالقلم. فراح عنه لنحو الأم قال لها إن ابنك اليوم مذبوح على وهمي، من أجل رؤيا رآها الشيخ حققها يريد إنجازها هل ذا بملتزمي. قالت نعم ما له بد وكيف له بأن يخالف من أنشاه من عدمي. لما رأى اليأس منهم رد مكتئبا يرن أرنان ذات الثكل واليتم. إذ فاته ما جرى منه وأمله وباء بالخزي والخذلان والندم. وانقاد للذبح إسماعيل محتسبا لحكم مولاه يمشي حافي القدم. فبينما هو منقاد لسيده ما فيه من جزع كلا ولا سأم، أتى الخليل بسكين فأشحذها حتى غدت مثل برق في دجى الظلم. فقال يا أبتاه ارفع ثيابك لا يصيبها قدر عند اصطباب دمي، ويفجع الأم مهما شاهدته كذا فالله يعصمها من زلة القدم. والأم يا والدي مهما رجعت لها فاطلب لي الحل منها واحفظ الذمم،
وأمر مولاي نفذه بذبحك لي، واشحذ لشفرة ذابحي يا أبا الكرم، كيما يهون علي الموت إن له لشدة لم تصفها ألسن الأمم. قال الخليل فنعم العون أنت على مرضات ربي، فثق بالله واعتصمي. فجاء بالحبل شاد الابن ثم بكى لرقة غلبته فهو لم يلم. أمر شفرته بالنحر فانقلبت عنه ثلاثا ولم يمسس من ألمي. فقال إن شق ذا والنفس ما سمحت فكب وجهي فإني غير مهتضمي. فكبه مثل ما أصاه فانقلبت إذ ذاك شفرته لم تفر من أدمي. والأرض رجت وأملك السماء جأرات، والوحش عجت وعم الخطب في الأمم. والله ذو العرش فوق العرش يعجب من إيمان عبديه ما شيء بمكتتم. أوحى لجبريل أن أدركهما عجلا بكبش ضان ربي في روضة النعم. أي 40 خريفا في الجنان رعى يسقى بأنهارها عذبا بلا وحمي. فجاء بالكبش جبريل الأمين إلى ذاك الخليل النبيل الطاهر العلم. فقال هذا الفداء من عند ربك عن هذا الذبيح جزا هذا دم بدمي. فكبر الله جبرائيل حينئذ والكبش كبر أيضا ناطقا بفمي. عواقب الصبر تنجي من يلازمها والحمد لله هذا آخر الكلم. ثم الصلاة على المختار أحمد ما غنت مطوقة في الأيك بالنغم. والآل والصحب ثم التابعين لهم ملاح فجر فاجل غيهب الظلمين.